ولكن أنا اليوم تعبانة شوي صراحة، يعني لأني صايمة مسوية صيام الماء، لأن أمس كان بطني يعورني شوي. أنا دائما إذا يصير عندي إذا عندي مشكلة ولا إذا في شيء قاعدة أفكر فيه ولا أحاتي دائما يأثر على بطني، فلأن هذه مشكلتي الأزلية يعني من زمان، أصلا هي السبب الرئيسي اللي خلاني أصير أخصائي تغذية أصلا. ف وايد أحسن طبعا من قبل، ما يتفاعل بطني مثل قبل أول يعني، بس دائما إذا يصير شيء للحين لازم أنضرب في البطن. فأمس كان عندي مشكلة. أحسن حل، أسرع حل اللي أنا وجدته في تجاربي أنا، الصيام. صيام تام، يعني إذا في أي خزعبلات في الأمعاء ولا في المعدة أصوم. فأمس سويت 24 ساعة، 5 ساعات منها صيام بدون لا أكل ولا ماء، والباقي لما كملت 24 سويتها صيام ماء فقط، وكنت أشرب أيضا شاي أعشاب، يعني أسوي أشياء طبيعية. حطيت أمس ينسون لأنه يريح البطن يعني، وبعض الأوقات أحط أعشاب اللي موجود يعني. فأحس أن انغسل اليوم وايد أحسن الحمد لله، بس الحين لحد الحين شوف الحين مثلا ساعة 12 للحين ما أكلت شيء، عشان بعد إذا يعني إذا في أي نوع يعني. طبعا هو البداية دائما تبتدي بشيء نفسي، بعدين ينضرب الجهاز الهضمي، وبعدين عاد يصير جسدي، بعدين لازم أحله جسديا يعني. ف الصيام في الواقع يحل الجسدي ويحل النفسي أيضا. فأنا سويت حلقة من زمان، أتذكر لما كنت في المكتب القديم يعني، سويتها عن الصيام، ما أتذكر اسمها، أظن اسمها فوائد الصيام ولا شيء، بس تكلمت عن الفوائد النفسية للصيام أيضا. فلما أحس أن بطني خالي ومرتاح، ذهني أيضا يبدأ يرتاح، فأبدأ يصير أسهل علي أن أدخل إلى هذه المكان اللي فيه توجد فيه السكينة النفسية. فهذا الموضوع ذكرني اليوم بشيء قلت بكلمكم عنه، اللي هو الموضوع اللي بتكلم عنه اليوم في اللايف. ففي أثناء هذه الصيام تطلع ممكن أشياء نفسية، هذه الأشياء النفسية اللي تطلع تحتاج أنها تتصفى، تحتاج أن أحد يطالعها، يفتشها، يبطلها، يشوف شنو في، إيش صاير، ليش قاعدة تصير. فتذكرت في واحدة من المحاضرات اللي سويتها مرة، كان الحضور نسائي فقط، فكانوا البنات يعني فاتحين قلبهم وقاعدين يتكلمون عن المشاعر اللي يحسون فيها وكذا. فإحنا كنا مسويين تأمل، وجزء من التأمل اللي كنا مسويينه في إن احنا نبدأ نشوف الأشخاص اللي نحبهم في التأمل، في التصور يعني، ونبدأ نشوف شنو الكلام اللي نقوله لهم، وشنو المشاعر اللي تطلع لما نشوفهم وكذا. هذه بسوي لكم إياه أيضا في دورة. ولكن فبعدين كنت أمر على الغرفة كلها وأقول لهم أنتي شنو حسيتي أثناء هذه التأمل. واحدة من البنات لفتت نظري، يمكن هي حتى موجودة معنا على اللايف اليوم فأهلا، بس واحدة من البنات قالت شيء فعلا لفت نظري. قالت أنا في التأمل لما شفت أمي في التأمل بكيت بكاء من زمان ما بكيته، لأن أمها كانت متوفية الله يرحمها، وهي تقول إن هي اتخذت قرار في يوم من الأيام، من كثر ما بكت على أمها ومن كثر ما كان متعبها نفسيا، كان في فترة من الفترات اتخذت قرار إن خلاص لا تبكي على هذا الموضوع، خلاص الموضوع تسكر، أنا صحتي كفاية، الحين قررت إن خلاص لا أبكي على هذا الموضوع، وما أحاول ما أتكلم في الموضوع، لأن لما أبكي أتعب نفسياً، فما أبي أدخل في هذا البكاء. فتقول من سنين ما صاحت، من سنين لم تبكي، ولكن في هذا التأمل والتصور طبعاً شافت والدتها واضطرت إن هي تبكي، وما عجبها الشعور، وبسرعة بتصك الموضوع لأن ما عجبها الشعور، ما تحب إن هي تصير كذي وايد تنفعل وايد عاطفية ومو مرتاحة. وين نبدأ مع هذا الموضوع؟ طبعاً أنتوا أكيد يعني ما بتحضرون هذه البث المباشر إلا أنتوا واعيين في هذه المواضيع، وأكيد قارين عنها من قبل، وأكيد تعرفون أن البكاء الذي لا ينبكى يجلس في الجسم ويتحول بعدين، لا قدر الله يعني، ولكن ممكن أنه يتحول
إلى شيء ثاني، لأن أي صدمة نحس فيها لازم نفرغها في شيء، لازم نفرغها في مكان، وإذا ما طلعناها وما فرغناها في مكان تتجسد في الجسم وتجلس في مكان معين. عادة لحظة هاي الكرسي، الكرسي اللي وراي قاعد يسوي صوت. فعادة تتجسد في المكان اللي أنا عندي فيه ضعف. فالحين مثل ما قلت لكم في حالتي أنا ممكن أن يكون هذا المكان في الجهاز الهضمي، لأن هذا المكان اللي أنا عندي فيه ضعف، أعرف أن هذه مشاعري تروح هناك، مشاكلي تروح هناك. فممكن أن هذه الصدمة إذا ما بكيتها، لأن فطرياً الله عطاني قدرة أن أنا أحل هذه المشكلة بالبكاء، بالاهتزاز، بالصوت، بالذبذبات الصوتية، وأنا قررت أني لا أبكي، فتتجسد تجلس في مكان معين في الجسم وتصير بعدين مشكلة صحية. فإذا لا نبكي معناته كأن أنا قاعدة أقول أن أنا الله عطاني سلاح من الأسلحة اللي هو قال لي أن أنا سنبلوكم بشيء من الكذا والكذا والكذا. أوكي بأصبر وباسكت، بس ليش أسكت إذا أنا الله عطاني سلاح ممكن أن أخفف فيه هذه المشاكل اللي أنا قاعدة أمر فيها؟ فكأن أنا أقول أن أنا بس بمر في شيء، في حياة حلوة وبمر في ظروف جميلة، ولكن ما بضحك، ما بضحك، لأن لما أضحك وايد أهتز ووايد أتعب نفسيا، لأن من الضحك وساعات بطني عورني من الضحك وكذا، فما بضحك خلاص. ليش؟ يعني الله عطانا أن لما نحس بسعادة غامرة نضحك، ولما نحس بحزن شديد نبكي، وهذين الاثنين هم فطريا ممكن أنهم يخففون هذا الاحتقان الطاقي اللي يصير. لأن إذا في سعادة شديدة وفي ما أدري، إذا في سعادة شديدة بعد الطاقة الإيجابية تكون وايد زايدة عن حدها، فلازم أطلعها بالضحك، لازم شوي أرد أوازنها مرة ثانية. ونفس الشيء مع الحزن، لما يصير البكاء والحزن زايد عن حده، طاقة سلبية زايدة عن حدها، أيضا أرفع عنها بالبكاء. ولكن السؤال اللي سألته اليوم على إنستغرام لما أعلنت عن هذه الحلقة، قلت إن أنت شو تسوي لما تشوف أحد يبكي أمامك، ماذا تفعل؟ وكثير منكم قلتوا ممكن إن أبكي معاه. هذه أحلى واحدة. في ناس قالوا إن ممكن أسمعه، ممكن أحتضنه، ممكن أقول له، ولكن الواقع هو ما أعرف، ما كملت باقي التعليقات، ما مداني أقراهم كلهم، ولكن الواقع هو وأنا أشوفه بعيني إن إحنا غريزياً خلينا نقول بدون ما نحس، لما نشوف أحد يبكي نبدأ نطبطب عليه ونخفف عنه بكاءه، كأن إحنا قاعدين نحاول إن نوقف عنه البكاء غريزياً، ما نعرف اللاوعي. يعني إحنا لما نشوف ها حبيبي إيش فيك تصيح، تعال تعال، لا تصيح لا تصيح، ما يصيح. ونسويها بعد مع الكبار، يعني أوكي الصغير يمكن أنت تحس، يمكن أنت تحس إنه هو قاعد يبكي على شيء بايخ، بس ما في بكاء على شيء بايخ، البكاء هو تنفيذ لهذه الطاقة، قاعدين ان تنفيذ، سوري مو بتنفيذ، تنفيذ لهذه الطاقة اللي هي احتقنت ولازم تطلع. فوايد تشوفون ان مثلا ساعات لما نروح نعزي احد مثلا، تشوفون ان بقول مرأة ولكن مو دائما المرأة، ولكن الرجل ايضا، تشوفون ان ملتمين عليه، احبابه، عائلته، اصدقائه، ما عليه، يخففون عنه عشان ما يدخل في حالة البكاء والهستيريا. ليش ما يدخل في هذه البكاء والهستيريا؟ لأن الله عطاه هذه البكاء والهستيريا، وإذا بتصرخ خلها تصرخ، لأن هذه الصدمة واقفة هني ولا واقفة هني في القلب، خلها تطلع. بس ما نقدر أن احنا نشوف أحد يصيح، أو تعلمنا أن احنا ما نقدر نشوف أحد يصيح، لأن أنا ما أكون مرتاحة إذا حد قاعد يبكي أمامي، وهذه خطأ عميق قاعد يصير في المجتمع. وأنا طبعاً ما أحكم على حد اللي يبي يسوي خلي يسوي، بس أنا قاعد أقولها من تجربة شخصية، إن أنا عن نفسي لا أبكي كفاية، ما أبكي ما أكفي، بسهولة أنا أصيح أي شيء بتسوونه بصيح، لأنه وايد أحس بالمشاعر، ولكن ما أحس إن أنا عندي المساحة ان انا ابكي في مكان، ما بقول مكان عام طبعا، ما بروح بصيح في المول، بس ما عندي المساحة ان انا ابكي مع اشخاص حواليني، لان اول ما ابكي انا
هما يحسون انه اوه ايش فيها ايش صار، بطبطب عليها بحسسها ان كل شيء اوكي، بذكرها بتوكلي على الله، ايمانك بالله قوي، خلي كذي وهالظروف بتتحسن، ترى ما في شيء يبتدي يعود الا هو بعين يصغر، كل هذا الكلام. خلوني اصيح. فهذه شخص مستعد انه يصيح، ما عندي مانع ولا انحرج من الدموع ولا شيء ولا شيء ولا شيء، ولكن الشخص اللي معاي، الاشخاص اللي يكونون معاي، ما عندهم استعداد تام لتقبل بكائي. هو في رحلات الصحة، هو في المحاضرات، هو في التجمعات العائلية مثلاً، تجمعات الأصدقاء، في الحلقات، في بعض الحلقات من كثر ما أنا أنفعل يكون لازم أصك التسجيل وأبكي مثلاً، فما نتقبل، وما نتقبل لأسباب عديدة. أولاً لأن لما أشوف أنا أحد يبكي ممكن انه يدخلني انا في حزني ايضا، وانا ما ابي ادخل في حزني لان انا ما صدقت افتكيت وما ابي اتذكر كل هذه الاشياء اللي تبكيني، ف لا شعوريا انا احاول اطبطب عليك وهدئك عشان انت ما تدخل في هذه الدراما، عشان انا بعد ما ادخل وياك في هذه الدراما. السبب الثاني ممكن ان احنا نحس انه هو لما يكون ساكت وسعيد هذا شيء زين، وهذا انا احس انه هو ناتج من التفكير السائد اليوم ان الايجابية افضل، صار ضغط، صار التفكير الايجابي، فكر بايجابية، طور نفسك، طور ذاتك، صار ان انت بسرعة اذا انت قاعد تصيح الحين، ترى انا اقول اصيح وابكي قاعدة اخلط الكلمتين وهما معناهم نفس الشيء، بس احنا البحرين نقول نصيح، بعض اخوف ما تفهمون. فالتفكير الايجابي من كثر ما انت لازم تتم تفكير ايجابي تفكير ايجابي تفكير ايجابي، لان هذه هو الخلاص التطور الذات الحين، انت لا تدخل في سلبيات، لا تدخل في كذا. فاذا انت قاعد تبكي معناته انت خليت روحك، انت سمحت لنفسك بالافكار السلبيه تحكم عليك. لا ليش بعض الاوقات بيكون في صدمه صارت، فكره سلبيات، ذكرى مرت علي بتخليني اني ابكي. هل ان انا بقعد بتم محوس فيها وبدخل في دائره طول اليوم؟ مو شرط ان بدخل في حفره طول اليوم وبحفر لنفسي وبتم في هذه الذبذبات الواطية، مو بشرط، ولكن الضغط صار على أنه لازم أنا طول الوقت أكون أفكر إيجابياً. مرة واحدة من المحاضرات، أنا تكلمت عن هالقصة من قبل بس ما أتذكر في وين، بس واحدة من المحاضرات واحدة قالت لي أن أنا زوجي تم تشخيصه بمرض السرطان، وصار لي الحين سنة وأنا ما عارفة أطلع روحي من هذا الموضوع، من هذه المشاعر والخوف اللي صار فيني، ما أقدر حتى أبكي للنبيبس، أبي أأثر عليه بإيجابية. ما... ليش حبيبتي ليش؟ دخلي أنت ما عليه، أبكي معاه، طلعي بس اللي فيك، لأن إذا أنا عندي شخص مريض معاي وأنا أتم هذه القوية المحاربة اللي أنا بوقف لك وأنا بصير الجدار اللي تستند عليه، ليش؟ لأن أنت بعدين بتتعبين معاهم. وهذا الكلام موجه، أنا قاعد أتكلم في المؤنث كثير من الأوقات يعني، ولكن الكلام موجه للرجال أيضا، روحوا عزا رجال وشوفوا كم، ما بتشوفون كم، لأن ما في أحد يبكي، نادر جدا إلا إذا واحد فعلا متأثر ما قادر يعود روحه، ولكن معظم الرجال يمسك نفسه كأنه إن الرجل قدرته على تحمل العواطف أكثر من المرأة، مو شرط، الإنسان إنسان، اثنينهم يحتاجون إنه يصيحون. فتشوفون إنه هو يكبت 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 لأنه مجتمعياً غير مقبول. مرة ولدي لما كان صغير، واحد من أولادي يعني لما كان صغير، قال لي جملة يعني أنا انصدمت، ويمكن حتى خلتني أغير طريقتي في التربية حتى. قال لي جملة لما صغير، كان لنا أحد متوفي ذاك الوقت، قال لي أنا تعرفين أن لما أطيح وأتعور ما أصيح، وتعرفين أن لما فلان مرض أنا ما صحت، وتعرفين أن لما فلان مات أنا بعد ما صحت لأن أنا ما أصيح. هو كان صغير يعني، كان عمره يمكن كم 6 سنين يمكن ولا شيء كذي، فأنا انصدمت لأن ما المفروض، يمكن هو حس خذ من المجتمع وخذ يمكن حتى من تربيتي، أنا ما أعرف شنو كنت مسوي ذاك الوقت، بس حس ان لما اذا ما تصيح احسن، وانا احس بالعكس العكس خاصه عند الاولاد. ف
في مرة سويت حلقة عن برنامج برنامج وثائقي كان معروض على نتفليكس اسمه أظن اسمه The Face You Wear أو The Mask You Wear sorry The Mask You Wear القناع الذي تلبسه. إذا ما شفتوه لازم تشوفونه أو تشوفوا الحلقة اللي سويتها عنه، سويت اختصار عنه مختصر، ولكن فعلا فعلا برنامج وثائقي ما يتفوت، خاصة حق اللي عندها أولاد أو اللي عنده أولاد الأب أو الأم أو اللي عندها أخوان أو زوج أو أنت كرجل أيضا. برنامج فعلا ما يتفوت، قاعد يتكلم عن شلون المجتمع يهيئ الولد يهيئ الرجل لعدم البكاء، لأن أنت ريال ما تصيح، وهذه أخس شيء ممكن تقولونه حق عيالكم إذا هم أولاد، أخس شيء، لأن إحنا صرنا نتقبل البكاء من المرأة أكثر ما نتقبله من الرجال. فسؤالي اليوم إيه يعني الحين حتى مثلاً لما نروح على طاري إنش تسوون مع أحد إذا قاعد يبكي أمامكم، لما نروح العزوات مو بس تشوفون الناس قاعدة تطبطب عليها عشان ما تصيح، نشوف أدوية يعطونها مهدئات عشان لما تطلع من هذه المحنة اللي فيها. أنت ليش تهدئها وكأنك تخدر الشيء الفطري الغريزي اللي عندها اللي ممكن يساعدها يطلعها من المشكلة اللي هي فيها؟ ف يعني هذه مشكلة جدا كبيرة، يعني ليش احنا قاعدين نخدر الناس اللي يمرون بأشياء صعبة بدل ما نخليهم يبكون؟ لأن يمكن بكاءهم يحرجنا ولا يحسسنا ان زيادة عن لزوم بكائك، ما في داعي، ما في داعي على كل شيء تصيحين. وهذه نقولها وايد، يعني احنا مثلا يمكن نتقبل بكاء واحدة متوفي لها احد، بس ما نتقبل بكاء على اشياء بايخة. والمفروض مثل ما انا اقدر اضحك على شيء بايخ، انا لي الحق ان ابكي على شيء بايخ، وانا لي الحق ان اضحك امامك او ابكي امامك بدون ما انت تتلعثم وما تعرف شو تسوي. فهذه يمكن حتى موجهة للازواج، لان الأزواج والزوجات طبعاً نادر ما يمكن نرجع مثلاً المجتمع العربي شوي يمكن عنده في ضغوط أكثر يمكن على الرجل، إنه ما المفروض تبكي، ما المفروض توري مشاعرك. بس بين الأزواج تنقال وايد إن حين بعد بتصيحين، بعد هذا ما يسوى حين تصيحين عليه، يعني هذا الموضوع يسوى هذه كذا، أو بعد راح تصيح ولا تصيح تحس إن هي تحتاج إن هي تصيح، بس تقوم تروح الغرفة وتسكر الباب وتصيح هناك لأن ما حد متقبل. أو مثلاً واحدة تقول لي أنا عيالي ما عمرهم يشوفوني أصيح، أو واحدة تقول لي إن مثلاً صار كذا وكذا وكذا، أول مرة في حياتي أشوف أمي تصيح. ليش يا أمها ما شافتك تصيحين من قبل؟ ليش أنت حاطة هذه الجدار أو القناع ان انا مشاعري محطوطه في فريزر في ثلاجه، وبتشوفني اضحك بس ما بتشوفني ابكي، وهما على نفس الوزن البكاء والضحك. فلان يمكن انا قاعده احلل نفسي، يعني الحين ما اعرف، بس يمكن ان لان انا لا افسح لنفسي المجال للبكاء بقدر ما اريد ان ابكي، يعني المرات اللي أصيحها في اليوم أو في الأسبوع بروحي لوحدي أكثر بكثير من أمام الناس، أوكي؟ فيمكن لأن المحيط، خلينا نقول، أو البيئة اللي أنا فيها لا تسمح لي في البكاء، هو من متابعين ولا من عائلة ولا من أصدقاء، لا تسمح لي في البكاء، لأن إحنا ما نحب نشوف أحد في حالة ضعف، ما نستحمل، فلا تراوينا حالة ضعف. إنزين، فلأن أنا يمكن لا أسمح لنفسي أن أكون محطوطة في هذا الموقف، لأن أحس أن المجتمع لا يتقبل أو البيئة لا تتقبل، يطلع وايد من هذا البكاء أثناء الديتوكس، أثناء التنظيف. فالحين لما دخلت في صيام الماء اللي أنا قاعدة أسويه حاليا بسبب مشكلة في البطن، يبدأ تطلع أيضا الأشياء النفسية اللي ممكن هي تكون سببت هذه الشيء، ولكن لأنه هو نوع من الديتوكس، أن أنا قاعدة أغسل جسدي، فتطلع الأشياء النفسية أيضا، ويمكن يطلع فيها بكاء أكثر. أكثر شيء شفته أنا من ناحية ديتوكس عن طريق البكاء أثناء تنظيف الكبد والمرارة لما أسويه. يعني وايد ناس يقولون لي ليش تسوين هذا التنظيف مثلا، ولا
ليش تكررين كل هذه الفترات؟ معقوله فيك هالكثر حصوات؟ معقوله معقوله معقوله؟ واقول لهم انه هو مو فقط للاسباب الجسديه، مو فقط للنتائج الجسديه، في ناس تحتاج ان تشوف حصوات عشان تحس ان التنظيف نجح او ما نجح. انا اذا بسوي للنتائج او المفعول النفسي. يعني في بعض التنظيفات، مو كلها ولكن في بعض التنظيفات، يصير بكاء غير طبيعي، واقول لكم ما عارف السبب. يعني حتى لما وانا في حاله هذا البكاء، ما اقول لكم ما اعرف شنو هي الذكرى اللي جابت هذا الموضوع ايضا، ولكن هو صار جسدي تجسد وقعد في مكان. فيمكن انه هو لان الكبد من جزء من الجهاز الهضمي طبعا، فيمكن انا من النوع اللي امسك بهذه المواضيع واحطها في الكبد. الغضب طبعا ينمسك، الحزن ينمسك، الجهاز الهضمي ياخذ وايد اشياء ترى، يعني وايد في خلايا عصبيه في الجهاز الهضمي، فوايد ياخذ خوف، ياخذ حزن، ياخذ اشياء كثيره ممكن ان هي تقعد تتجسد وتطلع اثناء الديتوكس. فليش انا اقول لكم هذا الموضوع؟ لان هي تجربتي الشخصيه وقاعده امر فيها حاليا، فاحب انه يكون البث المباشر على الاقل لا علاقه بحياتي الشخصيه. ولكن ايضا كثيرين يتخوفون من هذه المشاعر لما تطلع، مثل هذه البنت اللي قلت لكم عنها، ان لما صار تأمل وطلعت المشاعر اللي فيها خافت منها وردت دخلتها تحت مره ثانيه. فكثيرين يسوون ديتوكس ممكن وما عندهم يمكن التطور النفسي او القدره على احتواء هذه المشاعر اللي ممكن تطلع في ذاك الوقت. وهذا اللي ابيكم بس تحطونها في بالكم، يعني ان انا لما ادخل ديتوكس حتى لو بشيء بسيط، مثل ان انا بسوي 24 ساعه بس بشرب ماي واعشاب مثلا، شيء بسيط هو، بس انا قاعده اغسل، ولكن شوفوا شنو كان قاعد اللي قاعده اغسله. انا ممكن ان انا اخذت، طبعا انا لان اكلم اشخاص كثيرين عن مشاكلهم بسبب شغلي يعني، ولكن ايضا احتوي كثير من المشاكل الاجتماعيه، خلينا نقول اكتب عنها في الانستغرام، اقرا التعليقات اللي تطلع عنها، اقرا الالم اللي ممكن يطلع في التعليقات ايضا في الناس اللي يكتبون. فممكن ان انا احتاج ديتوكس اكثر اكثر من الشخص العادي، لان انا قاعده احتوي هذه الناس وقاعده اسمح لهم بالتعبير عن نفسهم. طبعا يكون عندي انا حاجز ان ما اخذ كل شيء منهم، ولكن لازم لما بيجيني شيء فلازم انا اصفيه اكثر. ولكن شلون بصفيه اذا انا ما قاعده اخلي نفسي ابكي؟ كلش عادي يعني. ما اعرف، احس ان احنا كمجتمع كعائله يمكن حتى انت تخلين نفسك تبكين، ولكن يمكن ما تتقبلين ان تشوفين احد ثاني داخل في هستيريا بكاء. فخلنا بس نقعد ندقق، خلينا نقول او نسيت الحين الكلمه اللي ابي اقولها، ما عارفه بالضبط الكلمه اللي ابي اقولها، بس خل نبدا نفصفص في علاقتنا مع البكاء، علاقتنا مع نفسنا في اثناء البكاء. هل انا عندي القدره على البكاء امام الناس؟ او ايضا علاقتنا مع بكاء شخص ثاني، شنو الكلام اللي اقدر اقوله؟ هل انا اقدر اني اكون قاعده في مكاني هني واشوف شخص امامي يبكي ولا حتى اروح له ولا حتى ألمسه ولا حتى أطبطب عليه، فقط أعطيه هذه المساحة ويمكن أعطيه حب فقط؟ ولكن حتى لما أقول بعطيه حب كأن أنا بعطيه شيء عشان يحل الموضوع، لا، بس أعطني مساحة، بس أعطني مساحة، خلني أطلع اللي في قلبي حتى لو هو بايخ بالنسبة لك، أو إذا أحد من عيالي قاعد يصيح وأحس إنه بايخ، فقط أعطني المساحة. يا ريت نتعلم هذا الموضوع كمجتمع، وأنا أولهم اللي أحتاج أتعلم هذا الموضوع، لأن أحس إن كل ما يزيد البكاء أو تزيد قدرتنا على الفضفضة عن طريق البكاء، ممكن إن يزيد العكس أيضا ويزيد الضحك. فبس لأن نحن دخلنا في تفكير إيجابي وفكر إيجابيا فكر إيجابيا، ما معناته إن إحنا نمسح البكاء. إيش رأيكم؟ فما أعرف، أنا الحين ما قريت كل الكلام اللي طلع، بتشوفه بعدين. بس حلو إن إحنا بس نفسح لبعض هذا المجال. وأنا هذا شيء قاعدة أتعلمه حالياً،
اني يعني انا حاطه ورقه على الديسك مالي لاصقتها عشان اشوفها كل يوم، مكتوب عليها it's time to be real. وit's time to be real معناته ان انا لن اعيش شيء غير حقيقتي، وهذا شيء وايد سهل بالنسبه لي في حياتي الخاصه، ولكن لان حياتي الخاصه سهله مو وايد سهل عليه في حياتي العامه، الحياه خلينا نقول المشاعر اللي انا اوريها لكم. فوايد ناس يقولون لي انت المفروض تسوين كذا كذا، والمفروض تقولين كذا كذا، وانت لان عندك وايد متابعين لازم تقولين لهم كذا كذا كذا. لا 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 لا، ما بسوي اي شيء يتناقض مع حقيقتي. فالشيء اللي قاعده اشتغل عليه الحين، طبعا ما وصلت يعني للحين، مهما كان يحطون لك اضواء ويحطون لك كاميرا ويحطون لك بث مباشر، لازم الا ما يكون معنا يعني هذا اللي قاعد تشوفونه الحين جدا قريب يعني، ولكن لازم الا ما يكون في جزء ان انا لازم احجبه عنكم. فمع الوقت اللي الحين قاعده احاول اسويه هو انك انت ممكن ترى الحقيقه 100% بالكامل، يعني كل شيء. ويمكن مع الوقت ادخل في موضوع شائك بالنسبه لي او صعب عاطفيا، وممكن حتى ان انت تفسح لي المجال ان انا ممكن ابكي حتى في الحلقه، لان الموضوع اللي قاعده اقوله وايد مأثر فيني، او لان انا محاسه فيكم انتم فابتدي احس بالمشاعر. في حلقة الحقيقة اللي سويتها، ما أدري إذا شفتوها، بس صار لها فترة الحين فبراير سويتها حلقة على يوتيوب موجودة اسمها الحقيقة. في مقطع من المقاطع، ما بقول لكم أي مقطع بس أكيد بتشوفون بيبين يعني من الحلقة، في مقطع من المقاطع صورته يمكن بدون مبالغة يمكن 5 مرات، لأن كل مرة أصوره، هو كان على سناب شات، بس كل مرة أصوره ما أقدر أعود روحي، ويعني ابتدي ادمع وتصير يعني فيلم هندي يصير، فاسكر مره ثانيه ومحي وارد اصور. في الاخير صورته وكان يعني في دمعتين ثلاث، بس مشيته عشان ما بياتم طول اليوم اصور يعني، ولكن فعلا كانت المشاعر في هذيك الحلقه فعلا قويه. المهم اذا انت من نوع الاشخاص اللي تحس ان انت مو بسهولة تطلع المشاعر، او تحس ان في اشياء مكبوتة، انا انصح بالديتوكس. ممكن تشوفون حلقة صيام الماء اللي سويتها مع دكتور لودي، موجودة على يوتيوب الحين، نزلت مع فيها لها ترجمة بالعربي، لازم تفعلون الترجمة من الاعدادات. في حلقة سويتها من زمان اسمها حلقة البكاء، وفي ايضا دورة على أكاديمية عليا، دورة تنظيف الكبد والمرارة، اللي أنا شخصياً وايد أحس بتنظيف نفسي ينتج عن هذه الدورة، فموجودة على aliaacademy.com، وأنا مسويتها عشانكم وحاطة فيها بعض التغييرات اللي أنا حسيت أنها فادتني كثيراً، اللي شوي مختلفة عن التنظيف العادي اللي فقط يطلع حصوات. يعني نتكلم أيضاً عن النفسية، عن تأثير النفسية، عن إن شلون نقدر نساعد هذه التنظيف النفسي الذي يحدث خلال هذه الفترة. فعلا هو تنظيف أسبوع، ولكن وايد أشياء تغير فيه جسديا طبعا، لأن الكبد والمرارة يتنظفون، ولكن أنتوا بروحكم بتشوفون شلون إن نفسيا ما أدري شلون أوصف لكم، بس هذه كلامي اليوم. شكرا لاحتوائكم لهذه المحتوى، شكرا لوجودكم معي على البث الحي، ونراكم قريبا ان شاء الله.